الخدمات اللي بنقدمها في كايا لعلاج علامات تقدم العمر ممكن تبقى البوتوكس، الفيلرز، البي ار بي، الخيوط. العميلة تقدر تمارس حياتها بشكل طبيعي بعد كل الخدمات اللي بنعملها، سواء كان البوتوكس مفيش فيه اي مشكلة انها ترجع لحياتها الطبيعية، بس 4 ساعات بعديها ما يبقاش فيه اي مساج للمنطقة اللي احنا عملنا لها البوتوكس. فيلر بيتراوح المدة ما بين الفيلر وعشان نرجع نعيده من 6 لـ 9 شهور. الخيوط برضو بتتراوح ما بين 6 لـ 9 شهور، وفي بعض الخيوط ممكن تتعمل كل سنة او سنتين. والدتي دايما كانت بتشتكي لي من الخطوط اللي في وشها، وان علامات السن بتبان عليها وهي ممكن تكون اصغر من كده، والخطوط دي بتبينها ان هي اكبر. فانا قلت ان انا اساعدها في موضوع زي ده، ودخلت على الانترنت وشفت، حبيت ان انا اشوف فين العيادات الكويسه اللي انا اقدر ان انا اثق فيهم، ولقيت عياده كايا، وعرفت ان هي كمان ليها كذا فرع هنا في الامارات وبر الامارات، في عمان، في الكويت. وطبعا انا لما دخلت على الانترنت وشفت الريفيوز وشفت ان في كلاينتس كتير بتروح للعياده، فنصحت والدتي ان هي تيجي هنا وتعمل الخطوط اللي عندها، وتشوف بالظبط ايه اللي هيقدر يساعدها في ان هي تتخلص من الشعور ده وتحس ان هي مبسوطه. يعني انا سمعت عنها كتير قوي من اصحابي ان هم فعلا خدوا التجربه ومبسوطين قوي، فابتديت افكر بجديه ان انا يعني اخد التجربه ديت، يعني اكيد هكون مبسوطه عن الاول. بصراحه كانت تجربه جميله قوي، ما كنتش متوقعها. دخلت للدكتور، الدكتور كان مريح جدا، شرح لي بشرتي، وبشرتي من النوع اللي نوعها ايه، وبشرح لي ان هو ايه اللي محتاج لبشرتي، وشرح لي عن كل اللي ممكن يعمل لي ويفيد البشره. بصراحه انا كنت متوتره قوي وخايفه، وكنت متخيله ان العلاج دي بمعنى بقى عمليه وكده، بس لقيتها غير كده خالص. لقيت ان مفيش الم يعني للدكتور اللي عمله لي، التعقيم ونظافه الادوات والاهتمام باثناء ما بيعمل العلاج، والناس حتى اللي كانت بتساعده قد ايه التعقيم بالنسبه ليهم مهم جدا. كملت يومي طبيعي عادي، وما يعني ما حصلش بقى ان انا قعدت وتعبانه، ولا لا لا، كان اليوم طبيعي وعادي وكملته عادي، ما فيش اي مشاكل كانت عندي من اي نوع. بصراحه انا حسيت بتغيير وقتي، بس تغيير طبعا للاحسن والافضل اللي كنت بتمناه واللي كنت بشتكي منه، وده طبعا شيء، هو ده الشيء اللي كنت بدور عليه. واكتر شيء لفت نظري ان انا كان عندي هنا ديت الحتتين دول كانوا مضايقني قوي، كنت حاسه ان هم نازلين وكانوا عاطيني سن، ممكن اقول اكبر من سني، بس لا، حسيت ان هم اترفعوا، حسيت بتغيير في منظر وشي نفسه. كان عندي خطوط عريضة قوي هنا، هي باينة بس الدكتور مطمني وبيقولي ان هي مع الوقت هتروح خالص، وفعلا انا حاسة دلوقتي ان هي بدأت ان هي تفرد وبدأت تروح، وده اكتر شيء بسطني ومريحني في العلاج كله. العلاج كله باثناء ما الدكتور عمل كله نص ساعة تقريبا، يعني ما اخدش 30 دقيقة. يعني لازم اعيده باللي انا شفته، بالترحيب وبالنظافة ديت وبالنتائج اللي انا مبسوطة منها، طبعا هعيد تاني.